شاركت كاميرا أخبار اليوم المخرج تيسير عبود احتفاله بتصوير 70% من أحداث مسلسله الجديد ورد وشوب الذي سوف يعرض في رمضان القادم. المسلسل من تأليف مجدة خير الله وبطولة عدد كبير من الفنانين منهم صابرين، أحمد خليل، داليا مصطفى، ريم خلف وروجينا. وكان لنا هذا اللقاء مع المخرج تيسير عبود الذي قال عن المسلسل. هو المسلسل ورد وشوب طبعا تأليف الكاتبة الكبيرة مجدة خير الله، قصة وسيناريو وحوار، وبطولة طبعا ممثلة القديرة صابرين، ومعنا داليا مصطفى، ومعنا روجينا وطارق لطفي، في بنوتة وجه جديد اسمها غرام، طبعا الراجل اللي هو البراند معانا احمد خليل، وايمن عزب، وناس كتير والله مش عايز انسى يعني ناس حقيقه ناس كتيره جدا، وفي برضه موجود جديد يعني ريم خلف، ناس كتيره يعني مش عايز انسى حد فعلا. هي طبعا روايه اجتماعيه بفكره جديده يعني حقيقه مجدة خير الله لأول مرة نتطرق بموضوع اللي هي مرات الأب. دايما احنا متعودين ان مرات الأب بتبقى شريرة بتكره العيال وحاجات كده، وبعدين الجديد في الموضوع ان مرات الأب هي من تقريبا اكبر شوية من البنات اللي هم يعني احمد خليل اساسا هيحكي نموذج بس عن الفكرة دي، بيكون متجوز عنده 3 بنات ومراته توفت وبتاع، وفي معرفة سابقة مع صابرين وجوزها في الغربة، كانوا أصلوا في بلد عربي، وتوفى برضو زوج صابرين وبتاع، وبعدين تقابلوا هنا. هي تمتلك مصنع حلويات مشهورة جدا، وهو يمتلك مصنع سيراميك، وبرضو مرتاح ماديا والحاجات دي كلها، وعنده 3 بنات اللي هي داليا وروجينا والبنت غرام. اللي بيحصل انه تقارب وبيبقى محتاج لها وهي محتاجاه بنفس التوقيت ده، بيحصل كلام، بيحصل وفاق انه بيتجوزوا، بيخفي الخبر عن عياله لغاية ما بيجيله مرض، بيوقع في مش عارف ايه قلبه ما قلبه حاجات كده، وهو على فراش الموت بيعترف للبنات وبموت. دلوقتي هو المسلسل كله قائم، هو ده الورث اللي سابه، يكون اتجوزها لصابرين، ازاي صابرين وبتاخد عهد ان هي تكمل مشواره. المصنع عليه فلوس وديون متلتلة، يعني انا متوصف فيك وبحكيكم المسلسل كذا عشان برضو المهم في الاخر لما نشوف العلاقة ما بين 3 بنات ومرات ابوهم ازاي هتبقى ازاي هتستمر معهم الحياة ازاي، مش حق نحرق المسلسل. اما الفنانة داليا مصطفى قالت انا بعمل وفاء، هي بنت الكبيرة لأحمد خليل، بنت دي مفروض انها عصبية جدا وشريرة شوية، ليها اخوات 2 متحكم جدا في مصيرهم، ابوها بيتجوز يعني بيتجوز وبيجيب لهم مرات، فبتقف ند ليها
وهي شخصية شرانية شوية وعصبية جدا، وكل اللي هي عايزاه بتبقى بتاخده مهما كان، ملهاش دعوة بالعواقب خالص يعني. ضافلك ايه من المسلسل؟ هو شخصية لطيفة جدا، مش ماشية وانا معي، بعد كده البنت بتتغير، بيحصل تغيرات في الشخصية كتير، فده اللي عجبني فيها. ايه